وضعية المهاجرين الأفارقة بمختلف مدن المملكة للسيدة والسادة النواب المحترمين عن فريق العدالة والتنمية. تفضل السيد النائب. السيدة الرئيسة، السيد الوزير، تعرف العديد من مدن المملكة توافد أفواج من المهاجرين الأفارقة، مما بات يطرح الكثير من الأسئلة سواء بالنسبة لإقامتهم أو إدماجهم بالمجتمع المغربي، بعدما صار المغرب بالنسبة إليهم بلد إقامة وليس بلد عبور نحو أوروبا فقط. نسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي آلية تنزيل الرؤية الملكية لإدماج هؤلاء المهاجرين داخل المجتمع المغربي من جهة، وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم للتصدي لبعض الظواهر السلبية الناشئة عن هذه الهجرة؟ وشكرا. شكرا السيد النائب. السيد وزير المنتدب، تفضلوا. شكرا السيدة الرئيسة، شكرا لفريق العدالة والتنمية على طرح هذا السؤال. بالفعل هناك آليات لتنزيل الرؤية الملكية للهجرة، هذه السياسة الجديدة بدأت سنة 2013. أول الآليات هو أولا تم خلق قطاع حكومي مكلف بالهجرة. جوج، تم تغيير المنظومة القانونية فيما يخص التعاطي مع مجموعة من المكتسبات، مثلا المهاجرين لهم الحق في السكن الاجتماعي كباقي المغاربة، المهاجرين لهم الحق في الولوج إلى المدرسة كباقي المغاربة، المهاجرين لهم الحق لوضعية قانونية أنهم يستفدوا من الخدمات الطبية، والمهاجرين لهم الحق كذلك في التكوين المهني. فإذا هذه كل آليات ديال التنزيل اللي كتسمح أنه تفعيل هذه السياسة الجديدة يتم على أرض الواقع. طبيعة الحال كاين دعم المجتمع المدني، وكاين كذلك دعم كل المؤسسات الأخرى اللي كتشتغل على أرض الواقع. شكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد نائب. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير. رئيسة. طبعا نتفهم كل ما صرحتم به، وهي مناسبة من جهتنا في فريق العدالة والتنمية لكي نشيد بالجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لإدماج المهاجرين المغاربة. لكن السيد الوزير، نحن نتحدث ليس عن العشرات والمئات، بل نتحدث عن الآلاف من المهاجرين الذين أصبحوا يتخذون من المغرب ماشي فقط محطة عبور، وإنما أصبحت محطة إقامة طويلة الأمد إن لم نقل دائمة، لا تتوفر لهم أبسط الشروط الضرورية. نتحدث عن هؤلاء وهم يعني يفترشون الأرض تغطيهم السماء، يتسولون ليحصلون على قوتهم اليومي، بل أكثر من ذلك والهدف هو أن حتى المناطق التي يتوجهون إليها سواء بالنسبة للشرق أو لمدن الشمال أو لمدينة الدار البيضاء هي عمالات بدورها تعرف الفقر والهشاشة. بالتالي أصبح يولد حالة من الاحتقان والاحتكاك بين هؤلاء المهاجرين وسكان المحيط. وهنا أحيلكم على ما وقع الجمعة الفائت بعملة مقاطعة الفداء مر السلطان بين السكان وبين هؤلاء المهاجرين، وصل في حده الأقصى إلى إضرام النار فيما كان تجمع أزيد من 1000 من هؤلاء المهاجرين. لذلك اليوم نسائلكم السيد الوزير أو ندعوكم في فريق العدالة والتنمية أولا إلى تشكيل لجنة وزارية لمقاربة مندمجة. شكرا. تفضل السيد. اولا كاين هناك نجاح هذه السياسه وغنعطي رقم. الان في المدارس المغربيه كاين 6145 من اطفال المهاجرين اللي داخلين في النموذج المدرسي المغربي. الان الفئه الاولى وصلت للكوليج وفي نظام مغربي ناجح، وهذا بفضل هذه السياسه ودعم المجتمع المدني. جوج، فيما يخص التكوين المهني كاين تجارب قويه اللي تيقودها التعاون الوطني والهلال الاحمر المغربي واللي ناجحه واللي كتعطي اليه الدخول لسوق الشغل. طبيعه الحال كاينه صعوبات، هذه الصعوبات حنا متبعينها عن طريق كل مؤسسات المجتمع المدني كنشتغلوا عليها، لكن كنعتبروا ان المعالجه معالجه مجتمعيه ماشي فقط الحكومه، خصنا نضافوا الجهود لانه صاحب الجلاله من بين القاده الاوائل في العالم اللي اعتبر ان اشكاليه الهجره هي اشكاليه كونيه، والمعالجه يجب ان تكون كونيه. وبالتالي حنا كنامنوا بانه هذا الاشتغال غادي يضب مجموعه من الصعوبات، الصعوبات كاينه في كل بلدان الاستقبال بدون استثناء، بدون استثناء. وبالتالي ما يمكن نشوفوا الا العالم عن طريق وسائل الاعلام اللي كنشوفوا مجموعه من انفجارات كتكون في الشارع، كنعتبروا ما وقع في الدار البيضاء وغيرها هي يتطلب تدبير مجتمعي وشمولي وعام. شكرا.
إذا نمر إلى التعقيبات الإضافية حول الموضوع. لا تعقيب إضافي.